أهلا بحضراتكم. من بوفيه صغير بيسميه ولاد البلد نصبة شاي لأهم وأشهر قهوة مش بس في منطقة الحسين لكن في العالم كله. قهوة قعد عليها ملوك ورؤساء، فنانين وأدباء وكتاب وناس كتير قوي من الدنيا كلها شرقها وغربها. اسمع مني النهاردة حكاية قهوة الفيشاوي. قهوة الفيشاوي بدأت سنة 1771، يعني من 250 سنة. نصبة صغيرة في قلب خان الخليلي، بتشتغل بعد صلاة العشاء على طول، بتقدم قهوة بيعملها الحاج فهمي الفيشاوي، وبيعملها بنفسه لأصحابه وحبايبه وزوار المنطقة. بس قبل ما أقولك حكاية القهوة، تعال نتعرف مع بعض على الفيشاوي الكبير. الحاج فهمي كان ابن بلد جدع وشهم وفتوة حقيقي من فتوات زمان اللي بينصروا الحق ويقفوا في وش الظلم. هو شاب ما وصلش 20 سنة، كان الحسين فيه بلطجي اسمه عجمي، عامل نفسه فتوة وبياخد أدوات من الناس وما بيبطلش ظلم. الشاب فهمي الفيشاوي ما قبلش بالظلم وتصداله، وبقت معركة حامية بين الاتنين. طبعا انتصر فيها الحاج فهمي وضرب البلطجي عجمي وطرده مش بس من الحسين، من القاهرة كلها، ورجعه على بلده اسكندرية، ومن ساعتها محدش عارف عنه حاجة. الحاج فهمي الفيشاوي بعد ما بقى فتوة الحسين رسميا كان ممكن يعيش سلطان زمانه، الكل بيجامله وبيبعت له هدايا وهو لا شغلة ولا مشغلة، لكن لأنه فتوة بجد والفتوانة مش بلطجة رفض كل ده وفضل يشتغل في النصبة اللي بقت وش الخير عليه، ويوم بعد يوم تكبر وتكبر لحد ما بقت قهوة كبيرة. مشاهير مصر والعالم بيروحوا الحسين مخصوص علشان يشربوا فيها الشاي أبو نعناع اللي محدش في بر المحروسة كله بيعرف يعمله زي قهوة الفيشاوي. من الحكايات الطريفة اللي تتحكي عن الحاج فهمي إن الإمبراطورة أوجيني كانت في جولة في الحسين لما زارت مصر، ولما الشمس أرهقتها الحرس دخلها قهوة الفيشاوي، ووقف الشاب الوسيم يعمل لها الشاي بنفسه ويقدمه لها. تاني يوم طلبته يزورها في القصر الملكي ويعمل لها الشاي، وفضلت تتكلم معاه لفترة طويلة. قبل ما يموت الحاج فهمي الفيشاوي بفترة، هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي بعتت له مراسل ومعه شيك على بياض يكتب فيه الرقم اللي هو عايزه، بس بشرط يحكي لهم الحوار اللي دار بينه وبين الإمبراطورة أوجيني. وقبل ما يخلص المراسل كلامه، طردوا الحاج فهمي من القهوة والحسين كله، وفضل الحوار بينهم سر لحد النهاردة. الحاج فهمي الفيشاوي كان له طقوس بيعملها يوميا قبل ما أي رجل تدخل قهوته. كان عنده حصان اسمه فرج، كان بيسيبه ماشي من غير سرج ولا بيربطه، وأول ما ينادي عليه يا فرج يجي جري ياكل السكر من ايديه وهو أول رجل تعدي عدبة القهوة. وكان بيقول إنه بالحركة دي بيستدعي الفرج لقهوته كل يوم. الغريب إن الحاج فهمي الفيشاوي في الستينات وبعد قرار توسيع ساحة الحسين واللي استقطعت جزء كبير من القهوة حزن ومات، ووقتها الحصان هو كمان حزن عليه قوي، رفض الأكل والشرب ومات حزين على صاحبه. طيب إيه بقى حكاية القهوة نفسها؟ هقولك، قهوة الفيشاوي ليها تاريخ كبير. على كراسيها وكتبها وترابيزاتها قعد الملوك والأمراء والفنانين. عليها قعد نابليون بونابرت وقت الحملة الفرنسية على مصر، ورومل القائد الألماني الشهير، وجان بول سارتر، وسيمون ديفوار، ده غير عدد كبير من الأمراء العرب. وقعد عليها كمان الرئيس جمال عبد الناصر ومعظم أعضاء مجلس قيادة الثورة وكبار الشعراء زي أحمد شوقي وحافظ إبراهيم ومطران خليل مطران والعقاد وتوفيق الحكيم، نجيب محفوظ وأم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وغيرهم كتير. أما بقى أشهر الأدباء اللي قعدوا على القهوة وارتبط اسمهم بيها لحد النهاردة، هو الأديب الكبير نجيب محفوظ، وكان صديق شخصي للحاج فهمي الفيشاوي وألف معظم رواياته في قهوة الفيشاوي. كان بيحب في ليالي شهر رمضان يسهر على القهوة ويسمع محمد عبد المطلب ومحمد الكحلاوي ويغني معاهم كمان. الفيشاوي لحد النهاردة محافظة على تراثها وشكلها، وفيها هتشوف تحف وأنتيكات مهداة من الأمراء والوزراء، ومنها التمساح الأفريقي اللي بيجلب الحظ، وستائر زجاجية من الأحجار الكريمة، ومراية ضخمة اشتهر بيها المقهى لحد النهاردة، لدرجة أنه مكتوب في المراجع الفرنسية مقهى المراية. واسمع مين، قهوة الفيشاوي ليها تاريخ عظيم وهتفضل شايلة أسرار عبقرة الفن والأدب والسينما والتاريخ والسياسة في مصر والعالم كله. بشكر حضراتكم، واسمع مني داليا الخطيب. هيبقى في أفراح كتيرة في كل حتة في عمار، شعب شغل للنهار، يلا سمي يلا نمي فوق في الحديد، ده ما عندناش حاجة مستحيل.